السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع وهران لنقف على مشروع التهيئة تاع حديقة القنيطرة بوسط مدينة وهران، وانا نشوف يعني من هذه الصور رائعة لهذه الحديقة اللي الأشغال ما زالت ما ماشية، واللي تظهر حقيقة الحجم نتاع الحديقة هذه الجميلة التي أكيد سوف تضاف إلى المعالم السياحية نتاع المدينة تاع وهران. أترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع، والسلام عليكم.